متلازمة مخرج الصدر. متلازمة مخرج الصدر هي مجموعة من الاضطرابات التي تحدث عندما تنضغط الأوعية الدموية أو الأعصاب في الفراغ بين عظمة الترقوة والضلع الأول. هذه المنطقة تسمى مخرج الصدر. يمكن أن يسبب هذا الانضغاط ألما في كتفيك ورقبتك وتنميلا في أصابعك. الأنواع والأعراض. متلازمة مخرج الصدر العصبية. تحدث متلازمة مخرج الصدر العصبية عندما تنضغط الأعصاب الممتدة من الرقبة إلى الذراع أي الضفيرة العضدية. أكثر من 90% من الحالات تكون عصبية، وأعراضها ألم أو ضعف في الكتف والذراع، ضعف القبضة، تنميل أو حس انزعاج في الأصابع، إنهاك الذراع مع الحركة. قد تظهر الأعراض وتختفي، لكنها غالبا ما تزداد سوءا عند رفع الذراعين. كلما طالت مدة بقاء ذراع عاليا زادت الأعراض سوءا. متلازمة مخرج الصدر الوريدية. تحدث متلازمة مخرج الصدر الوريدية عند انضغاط الوريد تحت الترقوة، مما يؤدي إلى تجلط الدم في الجزء العلوي من الجسم. 5% من الحالات وريدية، وأعراضها تورم في الذراع أو اليد أو الأصابع، زرقة في اليد والذراع، تنميل مؤلم في اليد والذراع، عروق بارزة جدا في الكتف والرقبة واليد. متلازمة مخرج الصدر الشريانية. تحدث متلازمة مخرج الصدر الشريانية عند انضغاط الشريان تحت الترقوة. حوالي 1% فقط من الحالات شريانية، وأعراضها يد باردة وشاحبة، ألم في اليد والذراع خاصة أثناء حركات الذراع للأعلى، جلطات دموية في شرايين اليد أو الذراع، أم دم في الشريان تحت الترقوة يتظاهر على شكل كتلة خافقة بالقرب من الترقوة، ضعف أو عدم وجود نبض في الذراع المصابة. في بعض الأحيان يطلق على المتلازمات الوريدية والشريانية معا باسم متلازمة مخرج الصدر الوعائية. الأسباب. الحوادث الرضية كحوادث السير مثلا. الردود المتكررة بسبب الأعمال التي تتطلب رفع الذراعين أو الأنشطة الرياضية. العيوب التشريحية الموجودة منذ الولادة، وقد تشمل ضلعا إضافيا يقع فوق الضلع الأول، أو شريطا ليفيا ضيقا بشكل غير طبيعي يربط العمود الفقري بالضلع. من المرجح أن تحدث في كمال الأجسام. قد تتضخم عضلات الرقبة بشكل كبير وتضغط على الأعصاب أو الأوعية تحت الترقوة. قد تظهر أعراض متلازمة مخرج الصدر لأول مرة أثناء الحمل. يمكن لكسر جسم عظم الترقوة المنتمل اندمالا معيبا أن يضغط أيضا على الأوعية الدموية أو الأعصاب. في حالات نادرة قد يكون الورم هو سبب الضغط، مثل أورام الرقبة أو ورم قمة الرئة. في بعض الأحيان لا يستطيع الأطباء تحديد سبب متلازمة مخرج الصدر. التشخيص. من المحتمل أن يسألك طبيبك عن قصتك المرضية وأعراضك، بالإضافة إلى مهنتك وأنشطتك البدنية. سيجري طبيبك فحصا سريريا للبحث عن علامات متلازمة مخرج الصدر، مثل تدلي في كتفك أو تورم أو شحوب في ذراعك أو نبض غير طبيعي أو مجال حركة محدود. قد يطلب منك طبيبك تحريك ذراعك أو رقبتك أو كتفيك في أوضاع مختلفة. قد تساعد اختبارات التحريض هذه طبيبك على تحديد سبب حالتك، وتساعد في استبعاد الأسباب الأخرى التي قد تكون لها أعراض مشابهة. سيطلب طبيبك إجراء أشعة سينية للمنطقة المصابة والتي قد تكشف ضلع رقبي إضافي، وقد تستبعد الحالات الأخرى التي قد تسبب أعراضك. قد يستخدم الإيكو دوبلر لمعرفة ما إذا كنت تعاني من متلازمة مخرج الصدر الوعائية أو مشاكل الأوعية الدموية الأخرى. قد يطلب طبيبك التصوير برنين المغناطيسي لتحديد موقع وسبب انضغاط الأوعية الدموية. قد يكشف التصوير برنين عن التشوهات الخلقية، مثل الشريط الليفي الذي يربط العمود الفقري بضلعك، والذي قد يكون سببا لأعراضك. في بعض الحالات قد يتم إعطاؤك صبغة وريدية قبل التصوير الطبقي المحوري أو التصوير برنين المغناطيسي. تساعد الصبغة على جعل الأوعية الدموية أكثر وضوحا في الصور. قد يكون تخطيط الأعصاب مفيدا عند المرضى الذين يعانون من أعراض عصبية، لأنه في حال وجود خلل عصبي يمكن تحديد المستوى العصبي المتأثر. العلاج. قد يصف طبيبك مسكنات الألم ومضادات الالتهاب أو مرخيات عضلية لتقليل الالتهاب وتقليل الألم وإرخاء العضلات. إذا كنت مصابا بمتلازمة مخرج الصدر الوريدية أو الشريانية، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمنع تخثر الدم أو أدوية حالة للخسرات. يجب أن يكون العلاج الفيزيائي الخطوة الأولى في علاج متلازمة مخرج الصدر، فهو فعال في تقليل الأعراض وتسهيل العودة إلى العمل وتحسين الوظيفة. يركز العلاج الفيزيائي بشكل أساسي على تسقيف المريض والتحكم في الألم ومجال الحركة وتقوية العضلات وتمطيطها. يشعر معظم المرضى بتحسن الأعراض بعد الخضوع للعلاج الفيزيائي.
جرعة صغيرة من البوتوكس يتم حقنها في العضلات الأخمعية المشدودة أو المتشنجة الموجودة عند مرضى متلازمة مخرج الصدر، غالبا ما توفر شهورا من الراحة إثر شلل العضلات المؤقت. عادة ما يستمر تحسن الأعراض بعد حقن البوتوكس من 3 إلى 4 أشهر. بشكل عام، لتجنب ضغط غير الضروري على كتفيك وعضلاتك المحيطة بمخرج الصدر، عليك الحفاظ على وضعية جيدة. خذ فترات راحة متكررة في العمل للحركة وإجراء تمارين التمطيط والإرخاء. تجنب حمل الحقائب الثقيلة على كتفك. تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، أو ابحث عن طرق لتعديل هذه الأنشطة بحيث لا تسبب لك الأعراض. قم بتدليك كتفيك ومخرج الصدر برفق. طبق كمادة دافئة على المنطقة. مارس تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق. قد يوصي طبيبك بإجراء الجراحة إذا لم تكن العلاجات الأخرى فعالة بعد 6 أشهر، أو إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة، أو إذا كنت تعاني من مشاكل عصبية متقدمة. سيقوم جراح الصدر أو جراح الأوعية الدموية بإجراء العمل الجراحي. في بعض حالات متلازمة مخرج الصدر الوعائية، قد يقوم جراحك بإزالة الخسرة من الوريد أو الشريان، أو إصلاح الوريد أو الشريان قبل إزالة الضغط عن مخرج الصدر. إذا كنت تعاني من متلازمة مخرج الصدر الشريانية، قد تحتاج إلى استبدال الشريان المتأذي بطعم. يمكن إجراء هذا الإجراء في نفس توقيت إزالة الضلع الأول. العمل الجراحي. استئصال الضلع الأول وإزالة الضغط عن مخرج الصدر. تبدأ الجراحة عبر مدخل فوق الترقوة. تكشف البنى التي تشكل حدود مخرج الصدر. يتم تحرير العضلة الأخمعية الأمامية وخزعها، كما يتم تحرير العضلة الأخمعية الوسطى وخزعها. بعد ذلك يتم قطع الضلع الأول من الخلف عند عنقه بعد حماية الضفيرة العضدية، ثم نتابع الإجراء عبر شق تحت الترقوة. تخزع العضلة تحت الترقوة والأربطة الضلعية الترقوية. يتم قطع الضلع الأول وتحريره عن ارتباطاته. عندئذ ستكتمل عملية استئصال الضلع الأول وتحرير جميع ارتباطاته العضلية والوربية، مما يخفف الضغط على البنى الوعائية العصبية. بعد العملية، يشجع المريض على استئناف الحركة الكاملة بمجرد أن يتمكن من ذلك. إعادة التأهيل. أهم تدبير بعد الجراحة هو ضبط الألم الجيد. يجب القيام بالتمارين التنفسية كل ساعة إلى ساعتين عندما تكون مستيقظا. يجب أن تقوم بأرجحة اليد بحركة نواسية في عدة اتجاهات 5 مرات يوميا خلال أول أسبوع بعد الجراحة. تجنب رفع أي شيء ثقيل أو تمارين شاقة لمدة شهر بعد العملية. يعد العلاج الفيزيائي بعد الجراحة أساسيا في عملية التأهيل، ويبدأ عادة بعد 3 إلى 5 أسابيع من الجراحة اعتمادا على درجة التعافي وضبط الألم. لا يجب عليك قيادة السيارة إلا بعد موافقة الطبيب، عادة بعد 6 أسابيع من الجراحة. بعد 6 أشهر إلى سنة بعد الجراحة ستتمكن من العودة إلى الرياضة.